هنتكلم النهاردة عن العادات والتقاليد بين مصر والجزائر في الأفراح. هو غالبا احنا الاتنين بنتفق في حاجة ان الشاب المصري والجزائري بيطلعوا ميتين اهلهم طلبات من ابو العروسة، وغالبا العروسة ما بتجيبش غير الصيني بس، والاتنين بيجيبوه من حمام التلات. خلاص بقى الشاب خطب، خلاص نسمع زغروطة جزائرية. ونسمع كمان زغروطة مصرية. نخش بقى على الحنة الجميلة. بالنسبة للحنة الجزائرية بتكون بالشكل ده. ياسر وحسن لعلي سلطان العريلة. يلا علي. ايه علي سنا محلين بساته. علي سنا محلين بساته. تعالى لي بقى على الحنة المصرية وجمال الحنة المصرية. نقوم بقى نتفرج مع بعض شوية. عند بيت ام فاروق هاي هاي، الشجرة طرحت برقوق هاي هاي، واللي بحبه طلع مخروق يا ابو لسه لسه نايلو، واتدلع يا راشد وعروستك نايلو. نيجي بقى عند الفرح. الزفة الجزائرية بتكون بالمنظر ده. خرجت عروسة بشدة ذهبية، السيل والجهر وتاهية، العروسة زينة ونجمة في سماها، حفاظها العلي ويزيف بدهاها. لكن الزفة المصرية بتكون بالمنظر ده. طب 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 شحت مخت خصو وتحت، لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي اي ولا زي زي ده، انا جاي جاي وبعز مدني. اسمع يا باي بس قولش اي، ده كلام حي خمسة يا ريد، الدنيا دي بالبشرية مين يقدر في ليلة عدني، من قبل قلت وانا قد قولي والليلة جاية نفس كلام. الرقص في الافراح في الجزائر بيكون بالشكل ده. عندنا في مصر المصري عندنا لو ما عورش حد وهو بيرقص يبقى ما جاملش صاحب الفرح. هنشوف دلوقتي الرقص المصري. والجزائري ان هو يعيش في نعيم والكلام ده كله، ولكن شهر العسل ما بيبقاش شهر ولا حاجة، هما 3 ايام بس، ويبتدي في اليوم الرابع بتحاول تعوده على كرسي النكد، تفضل واخدة وضع البوس دائما، وكمان بتحاول تحكم عليه بالسجن. مفيش حاجة اسمها اصحاب، مفيش حاجة اسمها موبايلات، مفيش حاجة اسمها فيسبوك، مفيش حاجة اسمها رايح اقعد مع القهوة مع اصحابي او الكلام ده كله. هو بيبقى مخصص ليها على اساس ان هي تنكد عليه وعلى عيشته وعلى اهله ال 24 ساعة. وبيتفق الشاب الجزائري والشاب المصري على جملة واحدة وبيقولها بسره كمان، اللي هي دي: خدني يا رب بحق جنة. ربنا يزيح عنك عزيز المتزوج.